السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا فيكم في سلسلة هاوس اوف فليبر. اشتريت بيت زين وصرت البيت ونظفته. عقب ما نظفت البيت جيت قلت بيكون تنظيف البيت ياخذ وقت وما بغيت اعطيكم يعني ولا اضيع وايد من وقت وانا انظف في الحلقة هاي. بعدها مش كامل نظيف، بنظف شوي. المهم اشتريته ب 51,000، حصلت بي سامان مستعمل، بعته ب 1000 ونظفته وسويت وعد ما سويت ولا شيء بس نظفته. وبعت الاثاث المستعمل اللي كان كتر معقول كله ما ادري كم. صح في طابق ثاني انا ما رحته، شوف البيت عود ترى كيف اطلع طابق ثاني. ويت عندي طابق ثاني انا بصير طبق ثاني. وتقول ما أعرف كيف أوصل طبق ثاني. مفروض يكون في طابق ثاني. النظرية تقول عند غرفة هني فوق السطح. بس ما في لها درج. بس اكشفها بعدين، بس اكشف بعدين مين. الحين بنبدأ نقسم البيت تقسيم، هذا بشتغل على راحتنا. عندي 20,000، عندي طابق مش قادر اوصل له، اطلع يصير فوق ما اعرف كيف. هذا بتكون صالة، هاي بتكون، هذا بيكون مطبخ، وبيكون ولا اخلي هذه الصالة وغرفة الطعام، ولا اخلي غرفة الطعام هني، اخلي غرفة الطعام وصالة وغرفة نوم. شو رايكم؟ الله يعزكم الحمام. بنبدأ الحلقة هاي بالحمام يا جماعة، لازم هالشي شوي ياخذ وقت الصح. دايما انا احتار فيه يعني شو اسوي شو ما اسوي. شوف لحظة عند 3 children والجرامة، خلنا نشوف زبايننا شو يبون. اكسف ايش اللي هي زريل بورج ستايلست. لا لا سنجل بارتيز جيرد ما نبغى ما نبغى تكون اوكي. سموث فاميلي وذا نيو بورن تشايلد يانج ماريج. هاي توهم معرسين وعندهم عيال صغير. خلنا نسوي بيت حقهم، غرفة ياهل، مطبخ، غرفة طعام، غرفة لهم. اوكي خلاص تقرر ثيم البيت ان البيت بيستوي حق هالثري. خلاص فلور تايلز شو نسوي الحين؟ حق اثنين توهم معرسين يبون شيء شوي ستايلش. كل شيء عندي جديد، أظن هذا جديد تصدقون. أرضية خلنا نشوف لونها. أيوة والله عجيبة الأرضية هاي، مضبوطة الأرضية رقم واحد. زين وول بانلز، نشوف كم الحلقات تسدد. إذا يستوي أسوي أكثر من حمام بان سوي. لا وول تايلز نبغى، وول تايلز لا هذا ما بيدق مع هذا. سوي سيراميك جري، ها سوينا آخر مرة ما بسويه. سوي هذا مع الثيم اللي تحت. تعرفون ليش؟ لأن اللي تحت بيلبع، بده يلبع مضبوط. ليت مالهم بعته انا ولا بعدين موجود؟ بعدين موجود بستعملها. اللي شكله زين والله نظيف. خلاص اذا حصلت الحين شيء اقدر استعمله.
استعمل ليش ما استعمل؟ مرات انا شفت في فيديو واحد في البيت حصل لابتوب، والله حصل لابتوبات، حصل ما ادري شو، حصل دنيا محصل عندهم. باعهن عقب ما ادري كم يوم منها. مرات تحصلون شغلات في البيوت حلوة، واحد يبيعها يسويها، ما تعرف انت وحظك، ما اعرف اللي هو راندوم ولا في عشوائي ولا هو البيت، اي بيت بيعطيك فيديو هاي ما اعرف. انا تسألوني انا اعرف الحين اجرب، خلاص ابيب فايلة ادخل من ورا البيوت، هذا بصرف عليه البيت شوي شكلي، يعني بصرف عليه طلع بيت حلو ونشوف كم بيب ونمشي على الكستمر. يعني عندهم شو أسوي أحبي خوفت أني بعضان، لأن أنا أشوفهم الحين هم عندهم ياهل توهم عارسين، هو غرفة زينة، هو غرفة ياهل، ويبون أطبخ وليلسة هي نفسها ليلسة حد هذا يأكلون في الصالة. مش لازم غرفة طعام، هم يأكلون في الصالة، ممكن نحط لهم طاولة بعد في المطبخ. مطبخ المرة عود مش نفس هذاك، هذاك البيت اللي خذناه مرتين وبعناه غير مساحة مشكلته، بس هم فاهمين في المساحة صراحة، يعني مساحة طيبة بعد. الجدار هاي لونه بغير انا بس البيج، بس والله في دران نظاف في البيج، في شوي احسن من البيت اللي بس كان في وايد وصاخة وكتب. ايش الحال يعني من بين الوصاخة وكتب؟ هذا ما يبيت تشتري حد ينظف سيارة، ما حد يغسلها هذا بيبيع، هاي يغسلونها ما يصلحون، طبون خرابته بس قبول ليش هو يبيع علي. ليش الظلم من ذي؟ باكيت اوف تيلز ترني يكفيني هذا الشهر. هم يتشكون اول ما تشدون من البيت يشتغل، ابا بيبان شوي لون غير لما لا تمزح بشتري تايل حق حب اشتريت باكج كامل اسحق عبده، يلا مو مشكلة ممكن استعمله في المطبخ، ما اعرف لو يصير بعقة في المطبخ في حال يمكن اقرر اعمل نفس اللون، ما ادري خلو ليش لون. انزين وين صديقنا الباثروم؟ ايوه نفس الشاور اللي ام اني ملزوم في نفس الشاور، ترى الشاور وين مكانه هني؟ والله خايس مكان الشاور، والله مو بوكي ابدا. وان يحط البوت فتحها، البوت لازم اخلي الباب يفتح بيعلق عيل. ماذا انا شاور ان الحين اسرع ترى وايد من اول ما بدينا. بعد الواحد يتعود سالفة، ولا يوم ما يكون متعود في الموضوع من يتعود على اللعبة. صلح كل شيء في البيت حتى الحمام وتوف كرامة، حاول أشوف لأن أسامة بخليه يد باكت اوف بلاستر. وين اي باكت اوف بلاستر؟ لا تقولوا هذا في التالنت وانا مش حق عندي بلاستر. ما عندي
باي واشر اند مونت هير، ام باي سينك ام باي هير. نوت زيادة ها، بس ابغى سينك هاي لابا ايش فرق؟ ممكن يبقى له ديزاين ثاني، رمى حمام ثاني، وفي واحد علاقي هذا رنة جميلة الصراحة. أيوة. جاهز بعد اغلى من هذاك، بس لازم احاسب على الميزانيه لانه ما عندي وجبه. بعدني انا بشر اجيب صارت اليوم تقدر بطل براغي الحين، بطل براغي والله عديب هذا. شو سويت الحين؟ قولوا لي. اللي هو ما اعرف شو سويت. والله احس مكان بعد ذلك لنا نص نص. نص نص، خلينا ناخذ نبض. بعد ما مداهم يزعلون، شو يزعلون بعض عقب ما تفاهم. أنا أشوف شنو تنحط هنا الباثرومز نبغى كلينكس ناخذ راديتر بعد هذا. أي واحد جراديتر ها شو هذا؟ كم بايد راديتر عن موت تير؟ اشتريت راديتر ما يركب الراديتر مالي. يمكن هذا الحين ما اعرف هل هو نوع ثاني ولا مصيبه ثانيه. هلا برايه انزين بنشوف العام. والله في كولكشنات جاد وايد اوكي ليتات جاد موش راسي كبوت بايز طبعا دور بنلس اند كفرنج. في خشب شكلي بسوي مطبخ خشبة عاد ارتب ايوه وترهيب عندهم يوان يعني لو يحتاجون سخان. مستحيل ما بيحتاج سخان ده عندهم يوان نعون ينتو وين يستوي صح؟ أذار ما أدري شو لامس ما نبقى هاي أتبقى هاي هيل هيل هاي بعد ما نبقى شنبقى فيها سوار سلندر وما سلندر دنيا جوز ديور هون هذا سيرفايفر تربين باور جنريتر خيبة شغلة
شغلات عجيبة هني. بس أنا الحمام طلع منه ما في وقت وايد من الحلقة، بس شو بنسوي؟ غطي المكان. ايش بعته؟ هذا المكان زين. تذكرت داير هو حط ستاير هنا احسن وايد احسن بلا ستاير. زين خلنا ناخذ هي نبغى تكون فاتحة وزاهية. والله جميلة صراحة ينفع قوة قوة مطبخ وايد وايد حلو. بسوي دار أبيض بسوي باقي الجدران بيج دار أبيض. ليش؟ خلنا نشوف ثلاثة المطبخ كم عنده فلوس. وايد عود عليه كذا كبير عبارة عن مطبخ هذا. اوف كامل مطبخ عود. عود يبغى له لا زين يعني ما في حل الا اني اشتري سموان مفرق سينك كل الوان كريم اخبار من ذاك الزود ممكن الكريمي اوكي بس كريمي معناه باخضرة والبانلس غامق يكون بس هذا الخشب هذا الخشب خلنا نجرب ما بنعرف ليه نجرب بالضبط جدا مضبوط. أظن هاي ترى وقتنا الحاقة. المهم سوينا شيء شفت البيت الأخير مع المطبخ.